على فكرة ما زالت هذه التصريحات موجودة حتى الآن على الشاشة مع حضراتكم. السيد فوزي لقجع قال إن عصر الفساد انتهى. فساد إيه اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ هو قصدك الفساد اللي حضرتك تسببت فيه داخل القارة؟ وأنا هنا مش بقول كلام من دماغي على فكرة، أنا بقول كلام له مواقف حاضرة ومثبتة وحسردها لحضرتك لكل جمهور النادي الأهلي، علشان تعرفوا أن هناك مؤامرة كاملة الأركان تم تنفيذها ضد النادي الأهلي. اقعدوا بقى قولوا بيعيط بيعمل مش عارف ايه، الكلام اللي انتوا بتقعدوا تقولوه ده كلام للناس اللي من بعض ما لا يشجع النادي الأهلي بيقعد يقول هذا الكلام. اصل انتوا بتقعدوا بقى تعيطوا وبتاع ومش عارف، خسرنا البطولة صح، ولكن انا بقى ما عنديش حاجة اعملها غير نكشف من هو فاسد. ده طالع يتكلم عن الفساد الأستاذ فوزي الأقجع بعد ما عمل حاجات كتيرة جدا هنقولها لحضرتك دلوقتي، طالع بيتكلم عن الفساد. هو حضرتك مش مكسوف؟ السيد فوزي الأقجع الرئيس الشرفي لفريق نهضة بركان المغربي. ايوه، اشمعنى نهضة بركان؟ نهضة بركان اللي قدر انه يتوج ببطولة الدوري مرة واحدة كده فقط في تاريخه، مرة واحدة بس في تاريخه. فتخيلوا حضراتكم ان هو توج ببطولة الكونفدرالية مرتين في ثلاث سنين. ازاي بقى فريق واخد بطولة واحدة دوري واحد بس في حياته كلها في المغرب ياخد بطولتين كونفدرالية في وقت زمني متقارب جدا جدا جدا؟ وطبعا زي ما حضراتكم شفتوا مثلا نهضة بركان هو بيلاعب نادي بيراميدز من سنة ولا من سنتين، شفتوا الماتش ده خلص ازاي؟ يعني فريق مش قادر ينافس في الدوري المغربي بيسيطر على عرش القارة الأفريقية لمجرد أن رئيسه الشرفي عضو مكتب تنفيذي وعضو الاتحاد الدولي. هذه أول حاجة. رقم اتنين، الحاج فوزي الأقجع بيتكلم عن الفساد. طيب تخيل حضرتك، والكلام اللي أنا بقوله ده أنا معايا فيه إثباتات يا فندم ومثبت وموجود، وأفريقيا من أولها لآخرها عارف هذا الكلام. وتقرير الأوديت اللي اتعمل على الكاف موجود. موجود يا فندم. انا ليه انا طالع اتكلم بثقه النهارده كده وبقول الكلام ده كله؟ لان كل ده انا قريته وموجود. طب قضيه الفساد المالي اللي اتهم خلالها رئيس الكاف السابق احمد واللي حضرتك متورط فيها، هي القضيه دي راحت فين؟ مشيت ازاي؟ حصل فيها ايه؟ اقول لكم القضيه دي حصل فيها ايه؟ بقت في بطن الزير بلغتنا هنا احنا في مصر، يعني ما خلاص يعني بيترمخ عليها باللغه بتاعتنا كده بالبلد. يعني كل ده ليه؟ هل دي اسئله انا بسال فقط؟ هل ان الاستاذ فوزي الأقجع قد يكون متورط فيها مثلا؟ ما اعرفش.